جايز اهلا وسهلا فيكم على قناتي. اسمي نادر اللي ما بيعرفني. بلشنا هيدا الاسبوع برابع اسبوع من كلوي تينغ بوتي تشالنج، وهيدا قبل اخر اسبوع وكتير عم شوف نتيجة. اذا بعد ما حضرتوا فيديوهات قبل تبع ويك 1 ويك 2 ويك 3 روحوا هلا احضرون، ححطهم بالدسكريبشن تحت. واذا عبالكم تعرفوا كيف فيكم تحصلوا على هيدا الفري ورك اوت او مثله غيره كلهم فور فري بتحضرون على يوتيوب تعملون، كمان حطيتهم باول فيديو لإلي شرحت بالتفصيل كيف تقدروا تحصلوا على الورك اوت. وخلينا نبلش الاسبوع الرابع، وبليز اذا بعد ما اشتركتوا بالقناه اشتركوا هلا وتابعوني على السوشيال ميديا انستغرام تيك توك، انا كتير اكتف هونيك وبحبكم كتير. جايز خلصت اول نهار من رابع اسبوع، كان الورك اوت كتير حلو. اول ورك اوت كان فيه استعمل فيه دمبلز، بس انا هلا ما عندي دمبلز هون فما استعملت الدمبلز، بس ما بيأثر. كل الورك اوت على بعضه كان بيعقد، وبشوفكم بكره. خلصت ورك اوت تاني يوم من رابع اسبوع وكان كثير حلو الورك اوت، وبشوفكم بكره بورك اوت جديد. Hey guys, so اليوم خلصنا نهار الثالث من رابع أسبوع، كان كتير حلو الورك أوت وبشوفكم بكرة. كان بس ورك اوت واحد غير الورم اب والستريتشينج، وكان ابس وسوبر تعبت كثير. بحب وقت يكون الورك اوت 10 مينتس وكثير انتنس، وبشوفكم بكره بنهار جديد. So guys خلصت النهار الخامس من رابع اسبوع، كان كتير حلو الورك اوت، كان ورك اوت واحد وتعبت مثل ما شايفين مفخوشة، وبشوفكم بكرة بورك اوت جديد.
بودكاست الاسبوع الرابع من البوتي تشالنج تبع كلوي تينغ. اليوم كان النهار السادس وبكره هو ريست داي، وبعتبر انه اسبوعي خلص. واذا بتحبوا تعرفوا كيف تقدروا تحصلوا على فري ورك اوتس من كلوي تينغ، انا عملت بالفيديو الاول شرح مفصل لكيف تقدروا تحصلوا عليهم، فروح حضروا الفيديو الاول اذا عبالكم تبلشوا بحياة لورك اوت. ححط هلا صور لكيف تغير جسمي من هيداك الاسبوع لهيدا الاسبوع، صراحة النتيجة كتير عم شوفها حلوة. So guys كتير متحمسة اني خلص الاسبوع الجاي الاسبوع الخامس وشارككم بالنتيجة، فبليز اذا بعد ما اشتركتوا بالقناة اشتركوا هلا وشغلوا جرس النوتيفيكيشن وتابعوني على السوشيال ميديا انستغرام تيك توك، انا كتير اكتف هونيك وستي تيوند.